الملاكمة دخل الأمريكي برنارد هوبكنز التاريخ من بابه الواسع بعدما أصبح أكبر ملاكم سنا يوحد لقبي أحد الأوزان. هوبكنز البالغ من العمر 49 عاما فاز بالنقاط على الكازاخستاني بيبوتشيمينوف في واشنطن ليضيف لقب الرابطة العالمية لوزن الثقيل الخفيف للقب الاتحاد الدولي الذي كان بحوزته. التوقعات قبل النزال رجحت كفة الملاكم الكازاخستاني الشاب البالغ من العمر 30 عاما، لكن خبرة هوبكنز كانت لها الكلمة الأخيرة خاصة في آخر 4 جولات. الفوز الجديد رفع رصيد هوبكنز ل 55 انتصارا و6 هزائم وتعادلين ونتيجتين ملغتين خلال 65 نزالا.